فريق المسؤولين القدامى معنا، واحد من المسؤولين اللي كانوا موجودين في الاجتماع هذا السيد كمال بن خليل. سي كمال، شنو احوالك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالساده المستمعين. شنو الامور؟ والله ان شاء الله لاباس، ربي يقدر الخير. وامور النادي الافريقي شنو؟ من فضلك ربي يقدر الخير، امور النادي الافريقي على الاقل على المستوى الانتخابي والتنظيمي. اليوم خرجنا بنتيجه مصورها ترضي جماهير النادي الافريقي في خصوص تعيين اجل الجلسه الانتخابيه اللي وقع قرار واللي هو نهار 19 جويليه. 19 جويليه وتنظيم معناتها الانتخابات، دونك ان شاء الله الامور تمشي بالبدايه. معناتها ثم تفاصيل كان تحب نقول لك عليهم. اي بيان سور، اعطينا شنو صار بالضبط في الاجتماع. اللي صار انه حضروا مجموعه طيبه من المسؤولين القدامى والقدماء معناتها والحاليين. كان ثم سي حمزه اللي يمثل الهيئه المدربه، حمزه الاستاذ نائب الرئيس. اي نائب الرئيس. بالطبيعة الاجتماع ترأسه السيد وديع الجري رئيس جامعة الخير لكرة القدم، وتم الاتفاق على أنكا نودري ضبط البرنامج بتاع الجلسة الانتخابية التي اتفق الجميع على أنها تكون يوم 19 جويلية، أسبوعين قبل انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. باهي سي كمال، سي كمال سامحني، صلح لي كاني غلط. كان كنت حاضر أنت، منير البلطي، كذلك مروان الحمودية، مهدي الغربي، رشيد الزمرلي، هذم هما، ولا فما شكون آخر؟ علي علولو، محمد علي البغديري، هذوما اللي حضروا، وثم سي وديع الجري ويوسف العلمي سواء يحضر كيف ممثل عراقة الوطني لكرة القدم محترفة، وثم سي هشام الذيب اللي هو معناتها بلد النادي الافريقي عضو جامعي، وثم الكاتب العام للجامعة سي وجدي، هذوما اللي كانوا حاضرين. باهي شنو تم فاش حكيتوا بالضبط؟ حكينا في معناتها في وديع معناتها حكي على اساس انه الجامعه ماهيش عكسا لما روج، خاطر تعرف ثم ترفيه باهيه من جماهير النادي، معناتها لامت علاش الجامعه باش تنظم. فالرئيس الجامعه قال انه هو ماهيش سي با اون اوبسيسيون، معناتها تنظيم الانتخابات بالنسبه ليه فقط للمساهمه في انقاذ الفريق من الوضع الصعيب هذا اللي موجود فيه بعد الانسحابات والاستقالات، وتعرف تقريبا هيئه منحله ما عادش تما موجوده، ناس تحكي على صفتها في القيام وفي تنظيم الانتخابات وفي الدعوه الى جلسه عامه من عدمها. هذا الكل خلى انه وديع قال انا معناتها كجامعه خذيت لي ريسبونسابيليتي نتاعي، وبطلب من الهيئه الموجوده وما تبقى منها يعملوا لي طلب قبل، لكن كان شرطه انه يكون هذا بتوافق في العائله الموسعه نتاع النادي الافريقي، وذاك علاش كان الاجتماع هذا معناتها وقعت الدعوه لمختلف الاطراف وعديد الوجوه، حذر اللي كنت تسمي فيهم انت، وتم الاتفاق على ان كالندري معناتها تخرج صوره تفصيليه البلاغ. ما نعرفش مازال ما خرجش البلاغ، اما اللي في بالي حسب الاتفاق تاع اليوم يخرج من هنا غدوه، فيه معناتها تاريخ الجلسه اللي هو ليدي جناف، فيه تاريخ فتح الانخراطات وقفل باب الانخراط اللي هو اسبوع قبل موعد الجلسه، يعني بدوز باش تسكر باب الانخراط، في شروط الانخراط، فيه دعوة إلى شروط الترشح للهيئة المديرة لرئاسة النادي، معناتها باش يكون بلاغ شافي وشامل، وكذلك تم الاتفاق على أنه بيع الانخراطات باش يكون في العاصمة برك، باش يكون حتى في الرابطات الجهوية، وهذا مهم جدا معناتها باش جماهير النادي تقبل الانخراطات نتاعها تشارك في العملية الانتخابية. في العاصمة وين في الرابطة باش يكون بيع الانخراطات ولا في مقر النادي؟ هوية لا مش في مقر النادي، معناتها تفاديا كان ثم اتفاق معناتها تكون في مقر رابطة جهوية في تونس، وهذا معناتها اعتقد انه اضمن بطبيعة الحال من اهم القرارات، انه تم الاتفاق على انه من بداية من اليوم الاول لبيع الانخراطات باش يكون ثم معناتها كشف يومي يخرج في عدد البطاقات التي وقع بيعها واسماء الاشخاص اللي تولوا معناتها شفافية مطلقة معناتها بالطبيعة. هذايا معناتها وهذايا الحقيقة للتاريخ، معناتها كان الاقتراح الأول والرئيسي نتاع سي وديع الجري، قال أنا راني مصر ونحب أنه كل يوم تخرج قائمة اسمية، قال معناتها ما فماش طلب نخرجوا قائمة اسمية في الناس اللي شريتهم الخرطات نتاعها. فماش كأنه إقصاء لحبال كل يوم في الخارج؟ والله رجع نقول لك تعرف العملية استثنائية، وفما ضرب حساس يتعدى به النادي وهيئة تقريبا منحلة، اون بو با تو افوار، فهمت؟ صحيح، لكن هل الوضع نتاع البلاد والحدود المغلقه وال معناتها باهي هم خذوا الانخيار، معناتها جايين هم الانخيار العمليه باش تصير دون 20 جور، معناتها ثم صعوبه
لوجستية ومادية في أنهم الأحباء اللي في الخارج يساهموا واللي يشاركوا في العملية الانتخابية. فهمت؟ معناتها ماهيش نقصة، وإنما الظرف بتاع الكوفيد 19 والظرف الخاص بتاع النادي الإفريقي حتى منه العملية تكون هكا فقط. عبد السلام اليونسي ما كانش موجود، هذا موقف ولا كان حمزة وستاتي بعثوا ينوبوا معناها كيفاش بالضبط؟ عبد السلام اليونسي ما كانش موجود، يقول أنه معناها عنده مشاكل صحية. نابوا حمزة الوثلاثي وكان ثم إصرار كبير معناها وتصريح كبير من عبد السلام، لأنه كان ثم بعض الخيان الحاضرين حبوا أن الجلسة تكون لفانشيس، فكان ثم معناها إصرار من عبد السلام أن تكون ديزناف. معناها قال لا ما نزيدوش مؤخر بينصير أبرابيرتي حمزة، قال ينزي معناها ديزناف، إحنا ماذا بينا غدوة الجلسة كان نجم نعطيها غدوة، دونك خلي الهيئة الأخرى تاخذ الوقت باش تعمل فاتاسيون تاخذ معناها مقاليد النادي. دونك هذا موقفه، وفي نفس الوقت تعهد انه باش يحضر التقرير المالي فيه شنو مصرف وشنو معناتها دخل في النادي في العهده نتاعو. هذا بولا ذي تو حكايته حكايه، معناها كل ما نسمعها باش يحضر تو مؤخرا، معناها ما عندكش فكره وين وصلت باش تشرح الموضوع ولا لا نخرج من اطار الجلسه نتاع اليوم باش نحكي لك شهاده التاريخ. معناتها تعرف ربي سبحانه في القران يقول ومن يكتمها فهو آثم من قلبه. أنا مش نشتري هذا التاريخ، لا عندي مطامع، بالعكس كان جات عندي مطامع تترشح لهيئة جديدة ما نشتريش مع عبد السلام، لكن للتاريخ نقول لك أنه عبد السلام اليونسي صرف فلوس وعنده وثائق مادية مختلفة، خلاص عنده بعض البيوعات العقارية اللي طول التقريب فيها وفلوس حبشات للنادي الإفريقي. هذا أنا شفته بعيني، مش حكاهولي، شفته بعيني وراهولي، لأنه كانت معاه جلسة الأسبوع الفارط، مشيت قعدت معاه لسبب صغير قانوني في استشارة قانونية تتعلق بالفريق حول معناتها تصلحت العلاقات معناها القوس بتاع الكاتب العام، حكينا وطلعتر وراني معناتها الأفونسمون تاع التقرير المالي اللي قاعد يحدث فيه، وراني معناتها البيوعات اللي قام بها اللي خلاص دخل. لما نعطيك معلومة قال هذه، هو يقول لي انه لو كان ما يتحسبوش الفلوس اللي من العهد السابق عند عسليم الرياحي ولا التذكيري، لو كان نحكيه على عهده هو برك. يقول لي انا صلحت تقريبا 20 صالير على 22 ولا 18 على 20 في طول. فهمت؟ دونك هذا هو طوي خرج، وانا عطيتك معلومه حكيت فيها مع عبد السلام جوابا على كلمه قلت لي ولا لغز ان شاء الله يظهر التقرير المالي واللي عنده حق ياخذه حتى للتاريخ، معناتها لانه انا الحقيقه نقعد ديما ضد حمله الشيطنه اللي صارت له ديرنييرمون. انا نقول انه فشل هذا امر لا يختلف فيه اثنان، فشل تسييريا في اداره النادي الافريقي، لكنه من ناحية المالية ومن ناحية الحب والاندفاع والعطاء، أنا أقول أنه عبد السلام أعطاه للنادي الإفريقي ماليا، أعطاها من صحته ومن عائلته. كي نتبدل شوية الخطاب نتاعك سي كمال، تصلحت العلاقة شوية بيناتكم؟ ما فهمتكش. قلت لك كي نتبدل شوية الخطاب نتاعك وجاء عبد السلام اليونسي، تصلحت شوية العلاقة بيناتكم؟ كان ترجع شهر ونص التالي في حصة الفازية حكيت نفس الكلام، قلت معناتها قلت عبد السلام فشل، لكنه معناتها انا ضد الخطاب نتاع انه صرف نتاع انه كذا، ما النادي الافريقي ما فيها ما يصرف. عبد السلام اعطاه من الوقت واعطاه من الالم، اجى قال لك عامل جلطه في عيني راه شوفوا بلي صار العين راه اش بيك؟ معناتها اغيان تسرى سيد عامل جلطه في عيني معناتها. دونك اجى قال لك عبد السلام توا اصبح من الماضي. دونك غوندر سيزار في سيزار، انا قلت لك نقولها لك شهاده للتاريخ، شهاده للحق. فشل، نعاود نقول لك هو فشل تسييريا، عنده عديد الاخطاء، اخطاء اتصاليه، غياب التواصل مع الجمهور، غياب الردع في بعض الاحيان وقت يلزم مع اللاعبين، طريقه التواصل مع الفريق، الانتدابات. كان نبداو نعدوا في الاخطاء نتاعو تو نقعدوا الغدوه الصباح. سينو سي كمال فقط تم تداول موضوع الانتخابات فقط في المجموعه هذه كانت حاضره. الانتخابات فقط كان ثم معناتها من الاول اتفاق على انه الثاني ما نرجعوش. معناتها من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد، هذا كان نقطه الارتكاز في انطلاق الاجتماع. باهي خلينا نبعد بيك من الاجتماع شويه، نعرفك مطلع برشا على الكواليس انت سي كمال وسريح ديما، اكيد تصورك عندك فكره على القائمات اللي بدا باش تترشح ولا تقدم نفسها ولا الكلام خاطر دكتور المده ذي. كما الناس الكل نعرف اللي ثم قائمه معناتها كمال يدير مبدئيا هو اللي موجود الاسم الاكثر تداولا هذا الاسم الاكثر تداولا كمال يدير اكثر حتى وقع تداول الوزير السابق انا مع استقبال عبد الكافي المعلومات اللي عندي انه كمال يدير هو الاسم الاكثر تداول طبيعي معناتها
فما المجموعة التي تحسب على تيسير رياحي أعتقد أنه ما صفه سيريوز نظرا للوضع القانوني والقضائي لتيسير رياحي. اي باش فما شكون باش يحطوا المامور الكلام تقال برشا على منير البلطي مثلا. لا منير اليوم كان موجود وسيد منير البلطي كان موجود واعلن انه سيساند السيد حمزه الوسلاتي، خاطر حمزه قال بصراحه انا تعبت، وذاك مثلا من الحاجات اللي حكاها حمزه اليوم قال انا وحدي تو موجود من هنا لغادي لانه عرفت كان بعيد ومريض، قال من هنا لوفانتيس حبوا لوفانتيس راهو برشا معناتها سيترو برشا معناتها اللاعبين مقرفين يحبوا على فلوس كذا. فالسيد منير البلطي بحبه معهود النادي الافريقي اليوم اعلن انه باش يساند حمزه الوسلاتي فيما تبقى معناتها في العشرين يوم هذوما، وقال الهيئه اللي باش تجي جاي راني نستندها وانا معناتها ما عندي حتى مشكل معها حتى باش يساندوا ماديا بالطبيعه. اي دونك تفهم اللي ما عندوش طموحات ولا رغبه في الترشح، هذا اللي فهمته انا اليوم. معناها فما كان كمان يدير مع المطر حمزة الوسلاتي ما عبرش على نيته. ثم هيئة معناتها ولا قائمة تحقيقية اللي يزيد من الناس كله راها إلو جران فون باش النادي الإفريقي يخرج من هذا من هال معناتها المنطقة نتاع العواطف والمنطقة نتاع الاضطرابات اللي هو موجود فيها واللي ما حدش يخرج منها إلى حد الآن حمزة موجودين فيها إن شاء الله نخرج. حمزة الوسلاتي ما حكيش على إمكانية توليه هو المنصب وتقدم الانتخابات. لا حمزة قال لكم اليوم تصير الانتخابات غدوة أتحول إلى المدارس، مسؤولية بالنسبة لي قصة انتهى. مش باش يكون في حتى قائمة معناها. هذا اللي اليوم أنا حكيت معناتها تعب الراجل تعب يقول لك أنا معناتها ماديا تعبت برشا نفسانيا تعبت برشا دونك حسب كلامه ما نعرفش لو تعرف بين اليوم وغدوة وبين القعدة نتاع اليوم وقعدة غدوة ينجموا يقنعوه. عايز في كمال يدير جودينا بورتوكو يعيط له يقنعه بانه يكون موجود معاه. وحكيتوا انت وهو اليوم مش موجود. حكيتوا انت وياه نعرف علاقتكم سبب شوي. لا سي ان طون ريفولو ما انا عمري من حتى كي ننقد شخص معناتها ننقدوا فقط رياضيا، لكن قعدت انا وياه من بعدك للحصه نتاعك هذيك انا سبب معناها ولاباس وخيان معناتها انا وحمزه وخيان كيما الناس الكل ما عنديش مشكل مع حتى حد. كله مني انا معناها تادي تو بالعكس يا ليت الصحفيين الكل كيف يعطيك صحة سي كمال، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. عايشك يا غالي عايش. دونك هكا نقطة النهاية الفير بلاي اليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في نفس الإذاعة، خليكم ديما برونشي عايش بخسافة.